15 مدنيا سوريا من بينهم أكاديميان على الأقل قتلوا منذ أمس الثلاثاء على أيدي قوات الأمن خلال عمليات تفتيش وسط البلاد وشمالها، حيث هاجمت القوات السورية مدن الرستن وحمص وإدلب مدعومة بالدبابات والمروحيات لملاحقة الجنود المنشقين عن الجيش والذين يقفون إلى جانب المتظاهرين ضد نظام الرئيس بشار الأسد. في الأثناء يتهم النظام السوري الغرب بمحاولة نشر الفوضى في سوريا بهدف تفكيك هذا البلد على حد ادعاء وزير الخارجية وليد المعلم خلال الكلمة التي قالها في الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي. في الأثناء يحاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي فرض مزيد من الضغوطات باتجاه التهديد بفرض مزيد من العقوبات ضد نظام الأسد بسبب قمعه للمظاهرات التي أدت إلى مقتل نحو 2700 شخص.